زيارته التاريخيه لمصر. هذه هي اول زياره لوزير خارجيه مولدوفا منذ الاستقلال منذ 30 عام، وتاتي في اطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات فيما بين البلدين. الوزير عقد معه جلسه مباحثات منفرده مطوله، وايضا فيما بيننا وعلى مستوى الوفود، كما تم التوقيع على 3 اتفاقيات. الأولى في إقامة حوار سياسي على مستوى وزيري خارجية البلدين، والآخر في إتاحة الدخول للبلدين دون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والثالثة في التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية في البلدين، وكل ذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقة ووجود آلية للتشاور الدوري فيما بين البلدين، وهذا من شأنه أن يعزز من العلاقة. والوزير يصطحب معه وفد اقتصادي، وتم على هامش الزيارة عقد المجلس الأعمال المصري المولدوفي، ويأتي ذلك أيضا من خلال الحرص على تعزيز العلاقة التجارية وإيجاد مجالات وجديدة للتعاون تعزز من الفائدة المشتركة. تناولنا بالتأكيد التطورات الإقليمية والدولية، الأزمة الروسية الأوكرانية وأثرها على كل من مصر ومولدوفا، وتناولنا أيضا قضايا الإقليمية في منطقتنا، سواء كان اتصالا بالقضية الفلسطينية، الأوضاع في المنطقة من حيث استمرار الوضع في اليمن والتحديات المرتبطة بالقضاء على الإرهاب، وأيضا العمل المشترك في إطار المنظمات الدولية. برحب بمعالي الوزير وأتمنى له زيارة موفقة، وتطلع باستمرار التواصل فيما بيننا و التنسيق والتشاور، وأيضا تعزيز مجالات التعاون سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، مع تمنياتي له بالتوفيق. شكرا. شكرا جزيلا معالي الوزير. شكري زميل العزيز، إنه لا يسعدنا أن أكون هنا في القاهرة. هذه أول مرة بشكل شخصي أصل إلى القاهرة، ولكن أنا هذه المرة الأولى، وأنا كوزير خارجية لمولدوفا أزور القاهرة. بالنسبة لي إنها فرصة عظيمة أن ندعم علاقاتنا وندفعها قدما، وأن تكون لدينا علاقات جيدة فيما يتعلق بالساحة الدولية والأمم المتحدة والأجهزة الخاصة، ونحتاج لهذه العلاقة أن تكون لها انعكاسات جيدة على مواطنينا مواطنين مصر ومولدوفا. ولقد تحدثنا عن الكثير من الأوجه التنفيذ وتفعيل تلك الأمور، وأيضا تحدثنا عن تحسين العلاقات الاقتصادية بين بلدينا والدفع والمضي قدما فيما يتعلق بالتجارة البينية ومساعدة كلا الدولتين في تحسين الصمود الخاص بمجتمعاتنا. نحن أيضا ممتنين لهذا الانفتاح، ونعلن عن رغبتنا في توسيع إطار العلاقات الثنائية بين بلدينا من خلال توقيع المذكرات والاتفاقات، مذكرات التفاهم، والتي تهدف إلى تسريع وتنشيط التبادل بين بلدينا وتسهيل الدخول بين البلدين بدون تأشيرة. وهذا أمر مهم بالنسبة لنا أن نعرف أننا نسعى لتحسين الخبرة لدى مولدوفا، وبصفة خاصة لمن يتحدثون اللغة العربية، ونسعى لتدعيم أوصر التعاون مع الدول مثل مصر وغيرها من الدول التي تتحدث اللغة العربية. في هذا العام، هذا العام كان عام معقد جدا لمولدوفا، وتحدثنا وتبادلنا وجهات النظر حول
رؤية الحرب في أوكرانيا والهجوم الروسي على أوكرانيا، وأكدنا على المواقف المشتركة والحاجة إلى احترام السيادة الخاصة بالدول والحدود الدولية، وهذا هي أفضل وسيلة للحفاظ على السلام الدولي. وأيضا تحدثنا عن التأثيرات السلبية لهذه الحرب على دولنا وعلى الأمن الغذائي، وهذا هو الأمر المهم بالنسبة للجميع وبصفة خاصة في حالة مولدوفا، حيث أننا نعاني من تأثيرات إيجابية سلبية جدا على الطاقة والأمن الغذائي. وبالأمس مرة أخرى كان يوم صعب آخر في هذه الدولة الجارة، حيث أطلقت العديد من الصواريخ الموجهة التي عبرت أجواء مولدوفا واستهدفت أوكرانيا، وهذا بالطبع يهدد استقرارنا ويكون له تأثير سلبي علينا، ونحن كنا حازمين جدا في إدانة مثل تلك الأساليب التي تتعلق باستخدام الأسلحة لدولة جارة لنا، حيث أن مولدوفا لا يجب أن تكون جزءا من هذه الحرب. وحين نتحدث عن العلاقات الثنائية فإننا في مرحلة جيدة جدا ونسعى لتحسينها من خلال التجارة المتبادلة، وأيضا ناقشنا إمكانية أن يكون هناك مشروعات في مجال الطاقة والسياحة والبنية الأساسية، وكذلك تبادل والعمل معا لأن تكون هناك مشاريع متجددة فيما يتعلق بتوصيل الطاقة، فيما يتعلق بأسواق الاتحاد الأوروبي من خلال مصر. وأيضا قمنا بالتوقيع العديد من الاتفاقات، وقد يكون هناك نتمنى ونسأل أن يكون هناك مزيدا من التجارة في مجال الطاقة مع مصر، وأن يكون هناك مجتمع أعمال يتخذ قرارات مهمة في هذا الشأن. أيضا هنا في القاهرة التقيت بوفد كبير من الجانب المولدوفي، أكثر من 20 شخصا، ومع وزير الزراعة، وأيضا لدينا زملاء من في مجال التجارة، وأيضا كان هناك منتدى أعمال، وكان هدفه أن يكون هناك منصة للتفاعل والعمل معا للاستفادة لتحقيق الاستفادة لبلادنا. من الجانب المولدوفي فإننا عرفنا نعرف أهمية مصر، ومصر بالطبع مكان رائع يحوي التاريخ والثقافة، وأيضا هناك فرص على الجانب المولدوفي، فإننا نعمل معا لفتح سفارة في القاهرة، وتحدثنا عن هذا الأمر، واهتمامنا أن يكون لدينا تمثيل دبلوماسي دائم في مصر، وهذا سيساعدنا كثيرا في تعميق وزيادة علاقاتنا المتبادلة وليكون له نتائج محسوسة. سأتوقف هنا، وأريد أن أشكر معالي الوزير مرة أخرى على هذا الانفتاح وهذا حسن الضيافة الرائع، ورغبة سيادتكم في إنجاح هذه الزيارة، ولكي تكون علامة لبداية نوع جديد من العلاقة وتحسين وتطوير العلاقة، وأن تكون هناك فرص جديدة، وأن تكون هناك نتائج إيجابية لتلك الزيارة. وأنا متأكد أنه في المرة القادمة حين نلتقي سنكون قادرين على أن نتحدث عن تفاصيل أكثر حول محادثتنا. شكرا لسيادتكم جزيلا. بسنت from وكالة أنباء الشرق الأوسط. سؤالي موجه للوزيرين، كيف يمكن تعميق التعاون وخاصة بالنسبة للتبادل التجاري الخاص بالمنتجات الزراعية، لا سيما على ضوء أزمة الغذاء العالمية وما تتمتع به مولدوفا من قدرات إنتاجية خاصة بزراعة القمح؟ شكرا. كانت من الموضوعات اللي ركزنا عليها هي دعم العلاقات الاقتصادية التجارية والتبادل التجاري في المجال الزراعي، وكل من مصر ومولدوفا يعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للناتج القومي، ولمولدوفا فوائد
في المنتجات الزراعية تحتاجها مصر، ومصر فوائد في منتجات أيضا ممكن أن توفرها لمولدوفا. هناك استيضاح لكيفية الدفع لمزيد من التعاون في هذا المجال بما يحقق الفايدة للبلدين وبما يزيد من حجم التبادل التجاري بينهما، وهيكون هناك فرصة لمعالي وزير الزراعة المرافق للوزير بأن يعقد اجتماعات أيضا على المستوى الفني لتناول هذا الأمر بمزيد من التفصيل. لكن بالتأكيد أن المجال الزراعي من المجالات الهامة للبلدين واللي بتؤشر إلى وجود مساحة لزيادة التعاون فيما بينهم. Thank you. On our end, Moldova is إن مولدوفا producer and is a contributor منتجة ومشاركة في الأمن الغذائي، ونحن نصدر الحبوب والخضروات والفاكهة، ونستكشف شراكات جديدة، وأن يكون هناك علاقات تعاون تستمر، وأن نقوم بإمداد الطعام للأسواق العالمية، ونحن لدينا أيضا قدرات معينة. بالفعل الحرب أثرت على كفاءتنا وعلى قدراتنا في التصدير، وكذلك الحرب بشكل عام قامت أدت إلى إغلاق الموانئ وجعلت الأمور أكثر بطئا وأكثر ارتفاعا في الأسعار بالنسبة للتصدير. وبالطبع لدينا اتفاق في تصدير الحبوب، وتم توقيعه مع وسيط من الأمم المتحدة فيما يتعلق بين روسيا وأوكرانيا والآن تركيا، وهذا يغطي صادرات الحبوب فقط. وأعتقد أنه من المهم أن نستخدم هذا الإطار لتسهيل التصدير الخاص بالغذاء من إقليمنا، ومن المهم أن نطبقه ليس فقط على الحبوب ولكن على جميع أصناف الغذاء، وأن يتم هذا تدريجيا، وعلى أن يستفيد الجميع في العالم من فتح إعادة فتح ميناء أوديسا ليس فقط في مجال الحبوب ولكن في زيادة المنتجات الزراعية الأخرى. وهنا أعتقد أن المصلحة مشتركة بين مولدوفا ومصر لاستخدام وتفعيل هذا الترتيب الإيجابي، ولكنه يعتبر غير كافي لتسهيل التصدير. وأعتقد أننا من خلال ذلك نستطيع أن نقدم مشاركتنا لتحقيق الأمن الغذائي العالمي. نحن في مولدوفا نقوم ببذل قصارى جهدنا للعمل على مجال التضامن، حتى الأطعمة التي تصدر من أوكرانيا لا يمكن توصيلها من خلال البحر وتعبر حدود مولدوفا حتى تصل الأسواق الدولية من خلال المنافذ المتعددة، وهذا بالتنسيق مع رومانيا وغيرها، لكي نقدم ألا يكون هناك تأثير على سلاسل الإمداد الخاصة بالأغذاء نتيجة لهذه الحرب وتأثيرها على الجميع. وأيضا نسعى لتحسين النقل من البري، لأنه هناك فرص ولكن هناك حرب سوف تستمر إلى وقت ما، وهذا سيستمر في إضعاف قدراتنا، وهذا أمر مهم لنا أن يكون هناك أساليب صحيحة لتحقيق الدعم اللوجستي، وأن تكون هناك أساليب مستدامة لتوصيل الغذاء للأسواق العالمية ليس فقط في الأيام أو الشهور القادمة ولكن في السنوات القادمة أيضا. ولهذا نحن نتواصل مع شركاؤنا الدوليين وجيراننا، وحين نتحدث عن العلاقات الثنائية فإننا كمولدوفا نقوم باستيراد بعض المنتجات الأساسية من مصر مثل الأدوية والبرتقال والليمون وكميات كبيرة، ونسعى لزيادة حجم التجارة. وأيضا قمنا بعمل ترتيبات للبناء على هذا التعاون الإيجابي، وأن يكون هناك استيراد
الأسمدة من مصر، وأيضا نحتاج أن تكون هناك أطر أفضل للتصدير وأن تكون هناك أسعار جيدة نستطيع أن نحصل بها على المنتجات. ولكننا مهتمين فأن تكون هناك منطقة تجارة حرة بين البلدين، مما ستساعدنا في أن نكون في وضع أفضل لمساهمة في حل أزمة الغذاء العالمية، ونستطيع أن نحرز المزيد من التقدم في هذا الشأن. وأيضا يجب أن نحدد أن مجتمعنا تأثر سلبا بهذه الحرب، وهذا أمر هام جدا. يجب أن نسعى لتقوية صمود دولنا ولتقليل وتخفيف أثار هذه الحرب، ولهذا نحن نبذل قصارى جهدنا لتقوية صمود مجتمعاتنا حين نتحدث عن مواجهة الأثار السلبية لتلك الحرب. أحمد جمعة، سؤال الأخير اليوم السابع. شكرا جزيلا يا فندم. أحمد جمعة من اليوم السابع، سؤالي معالي وزير سامح شكري. أقل من شهر على COP27، هل تم تأكيد عدد الدول والوفود التي ستشارك في هذا المؤتمر؟ سؤال لمعالي وزير خارجية مولدوفا بخصوص أزمة الغاز، هناك خلافات ما بين مولدوفا وما بين روسيا وتحديدا مع غاز بروم. في حال كان هناك أزمة في إمدادات الغاز الروسي إلى مولدوفا، هي الخيارات التي ستلجأ لها مولدوفا؟ وأخيرا، لو طالت الحرب مولدوفا، هل سيكون خيار الانضمام إلى رومانيا خيار مهم لمولدوفا أم أن هناك خيارات أخرى؟ شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالتحضيرات لاستضافة مصر للمؤتمر COP27، فبالتأكيد أنه هناك اهتمام واسع على المستوى الدولي وكل الأطراف التي تتفاوض خلال هذا المؤتمر سجلت للحضور، بالإضافة إلى عدد وفير من رؤساء الدول والحكومات اللي هيشاركوا في الشق رفيع المستوى اللي أيضا تستضيفه مصر. اتصالا بانعقاد المؤتمر، لن أتحدث على أرقام بعينها، ولكن أستطيع أن أقول أن هناك اهتمام وحضور واسع النطاق على المستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات، ونتطلع بأن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة وإيجابية تسهم في مقاومة والقضاء على التحدي المرتبط بتغير المناخ. شكرا جزيلا على سؤالكم. من جانبنا فإننا نتطلع إلى المشاركة مولدوفا في مؤتمر COP27، حيث أن التغير المناخي يؤثر على الجميع، ونحن مهتمين بهذا الأمر والوسائل التي يجب اتخاذها لتحديد أثر المناخي، ونحن ممتنين جدا لدعوتنا لهذا المؤتمر، ونتطلع للمشاركة والنتائج الإيجابية على كوكبنا. حين يتعلق الأمر بمولدوفا، فإن اتفاقيات الغاز ومشاكل الغاز، نحن في موقف صعب هذه اللحظة حين يأتي الأمر لإمدادات وتأمين إمدادات الغاز وإمدادات الكهرباء. الآن علي أن أقول أن قصف عدد من محطات الطاقة الروسي الذي حدث أمس كان له تأثيرا كبيرا على أوكرانيا، ولكن أيضا كان له تأثير على دولة مثل مولدوفا، حيث أن أوكرانيا كان لديها زيادة في إنتاج الطاقة، وبالتالي كان هذه الزيادة يتم استخدامها في مولدوفا، وتوقفت هذه الإمدادات. إن تفجير البنية الأساسية ومرافقها في أوكرانيا هو أمر غير قانوني، وأيضا كما قلت فإنه يجعل من المستحيل على أوكرانيا أن تمد مولدوفا بالكهرباء، وهذا شيء يمثل مشكلة أساسية لبلادي. وفي الأشهر الأخيرة وفي شهر فبراير
ربطنا مولدوفا بشبكة الكهرباء الأوروبية، وهذا حسن إلى حد ما تأمين الكهرباء عن عام مضى، ولكن الآن يظل الموقف معقدا، وقد يكون هناك تعطيلات وتوقفات مستقبلية في إمدادات الكهرباء، وهذا له تأثير مباشر على بلاد مثل مولدوفا. حين نتحدث عن الغاز في السنوات السابقة، لقد قمنا بعمل خط غاز مع رومانيا وسمح لنا بزيادة التأمين الخاص بإمدادات الغاز، واليوم مولدوفا تشتري أغلب إمداداتها من الغاز من الاتحاد الروسي، وفي نفس الوقت لدينا بنية أساسية ولدينا إمكانية أن نشتري الغاز من أماكن أخرى ونشحنه، ويتم شحنه عبر أنابيب الغاز من رومانيا وغيرها. ونحن لدينا مؤشرات عن طرق محتملة لتأمين إمداداتنا من الطاقة قبل لأسابيع وأشهر قادمة، قد تكون أكثر سعرا، ولكن يجب أن نؤمن وأن تكون لدينا البنية الأساسية وأن نحسن استغلال الموقف المعقد. وشكرا.